كليك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. كافي جورنال. صباحكم فل يا شعب تونس العظيم ومرحبا بكم في كافي جورنال، الفقره اللي مهزها ريح. البداية مع الصحافة اليوم في انتظار شورى آخر الأسبوع. النهضة تواصل البحث عن عصفور نادر للقصبة. يا الغنوشي ماذا بيه يمشي راه قيدها كلمة العصفور نادر باسمه ذيك، كلمة نجحت وعادي تولي اسم سيت كوم مسرحية بالحق شيء كبر. لتوا فما شوف فما حيوانات أخرى قوية تنجم تعبر على رئيس حكومة به، فما الأسد النمر الصقر، العصفور راه آخر تبعثوا يجيب ولع ويجي راه. يرحم والدين ولدي الله يرحم والدي يعطيه الصحة برمو عطيت كلمة الله يرحم والدي ولدي. نمشيو للشروق ونلقاو خبر يحكي على حزب الرئيس سعيد بين الحقيقة والخيال. قالك فما خبر تقول انه فما ناس تدفع في قيس سعيد باش يعمل حزب، وعلاش لا يسميه الحزب الاخشيدي الحر. يتوا يا اخي بجدكم، معناها الحاجة اللي خلت سعيد يربح انه هو موش متحزب، يمشي يغلط ويعمل حزب ويدخل عاد في معامع وشقوق. يا ولدي راحت البال راهي ما تشريش بالفلوس. جمع أكثر من مليار، شعب الإفريقي يصنع التاريخ. ريتو ما هو مليار في نهار، ومن بعد شاهد يبدأ يبكي كيفاش ما يدبرش فلوس الميزانية. الصحافة اليوم، الروس يفوزون بجائزة أفضل سيرك في العالم. ولا الجائزة ذي مزورة، أما ميسيلش استنى احنا يكتمل النصاب ونعمل مجلس نواب وبقدرة ربي جائزة أفضل سيرك ما تخرش من تونس. وأحسن فقرة في السيرك بتاع متاع باردو هي السياحة الحزبية. يا ولدي تبدأ تشوف الألعاب البهلوانية وكيفاش النواب ينقذوا من حزب الحزب، برشا جو يستنى فينا وربي مع الزوالي. الشمس العشية مهيلة الغيب اللهي نبقى كافي جورنال.